في الحقيقة مشروع ممشى أهل مصر يعني يدخل ضمن قائمة المشروعات القومية بامتياز، لأن هو يعني حيأتي من أسوان إلى شمال البلاد. خلينا نتعرف إيه اللي حصل في كورنيش اسكندرية، المرحلة الأولى عاملة إزاي، بعد كده المراحل التانية هتمشي إزاي. المهندسة نهى محمود مدير إدارة المشروعات داخل محافظة أسوان معانا على الهاتف مباشرة. أهلا بحضرتك يا فندم. صباح الخير، إزاي حضرتك مصطفى؟ اهلا بحضرتك يا فندم، منورانا النهارده. اهلا، صباح الخير يا فندم. صباح الخير، ازي حضرتك؟ كلمينا. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. كلمينا المراحل اللي خلصت من انشاء الكورنيش، وصلت لفين وقدامنا ايه مستقبلا؟ طيب، هو اولا يعني احنا طبعا بالنيابه عني وبالنيابه عن اهل اسوان كافه، احنا طبعا بنشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو بيهتم بمشروعات على مستوى الصعيد بوجه عام وبمحافظه اسوان بوجه خاص. كميه المشروعات والتطويرات اللي حصلت في محافظه اسوان يعني لا مثيل لها بصراحه الفتره اللي احنا شغالين فيها حاليا. من اهم المشاريع اللي عندنا وبناء على توجيهات سياده الرئيس وتعليمات سياده المحافظ، كان من اهم المشروعات عندنا اول حاجه رفع يعني من اهم المشروعات عندي كان تطوير كورنيش النيل القديم. احنا عندنا في كورنيش نيل قديم وفي كورنيش نيل حاليا جديد، تمام؟ كورنيش النيل القديم اللي احنا شغالين فيه حاليا ده كان بطول 4 كيلو. دي المرحله الاولى اللي احنا شغالين فيها، وعلى التوازي معايا بردك المرحله الثانيه اللي هو كورنيش النيل الجديد اللي هو كان بطول 9 كيلو. كورنيش النيل القديم اللي احنا شغالين اللي هو ممشى اهل مصر حاليا ده طول 4 كيلو. المشروع عندي بيتكون من 3 مستويات. المستوى الاول ده عباره عن الممشى العلمي اللي هو الموجود حاليا، يعني ما فيش اللي هو احنا بس بنرفع فيه كفاءته سواء من ارضيات او برجولات او اناره او زراعات او مقاعد او اماكن انتظار سيارات، ده الممشى العلوي عندي في الكورنيش. تمام؟ تمام. وصلت معانا نسبه فعلا التنفيذ معانا وصلت لحوالي 90%. عندي في مستوى ثاني ده اللي هيتم اللي هو احنا حاليا بجاري انشاؤه. ده في مستوى تاني عباره عن ممشى، عباره عن مطاعم، محلات تجاريه. ده هيبقى بردك في بردك ممشى بالتبليطات بتاعته، بالارضيات بتاعته، بالحاجات بالاناره، بكل حاجه. ده بردك هيتم اختلاق، هو جاري اختلاقه يعني حاليا. في عندي مستوى تالت اللي هو الممشى الزجاجي. بردك ممشى زجاجي، فكان دوت من اهم عندنا البنود اللي عندنا اللي احنا شغالين عليها في المشروع حاليا. طيب، احنا يعني انشانا 90% منه، صح ولا لا؟ ده المستوى الاول. المستوى الاول. طيب، يعني طبعا حاجات حلوه قوي قوي، شايفين يمكن المحلات والحاجات دي كلها تبقى مزار حلو قوي للاسر المصريه ان هي تروح، لكن ابرز العوامل بقى اللي بيتم مراعاتها لاستقبال واستيعاب الكورنيش لزيارات الاسر بالذات لو في اعداد كبيره. في عندنا طبعا اللي هو اللي هو اللي عشان العوامل اللي احنا عشان يبقى زيارات الاسر والكلام ده تم اختلاق او تم جاري انشاء حاليا اللي هو المستوى الثاني اللي هو عباره عن ممشى ثاني غير الممشى العلوي بتاعنا. تمام. الممشى عندي بطول 4 كيلو، عندي العروض فوق متفاوته، اقل عرض عندي 2 متر. في عندي عروض، في عاملين اماكن بتاع دوت برجولات عشان تبقى قعدات للاهالي، منتزه عامه يعني. تم رفع كفاءة التطوير، احنا طبعا منطقة سياحية عندنا أسوان طبعا، تم رفع عشان خاطر نبقى احنا واجهة سياحية عامة يعني، محافظة أسوان دي تعتبر عندنا واجهة سياحية طبعا. فاحنا بنهتم جدا بالمشروع دوت، وده يعتبر يعني مشروع مهم عندنا في أسوان. صحيح، يعني ألف شكر يا باشمهندس على كل هذه المعلومات، وبنتمنى إن شاء الله سرعة الانتهاء من مشروع ممشى أهل مصر. شكرا للمهندسة نهى محمود مدير إدارة المشروعات في محافظة أسوان.